السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تانية؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة يا سنة تانية هناخد الطرح بإعادة التجميع، هنستكمل الفصل الأول في مادة الرياضيات. تعالوا مع بعض كده نقرأ مسألتنا. مع محمد 84 جنيها، اشترى قلما بمبلغ 9 جنيهات. يبقى محمد كان معاه كام يا حبايبي؟ كان معاه 84 جنيها، اشترى قلما ب9 جنيهات، فكم تبقى مع محمد؟ احنا خدنا قبل كده كلمات اللي بتدل على الطرح، كلمة ما تبقى او ما تبقى معه. طيب انا هنا هطرح سنة تانية، تعالوا مع بعض نشوف نطرح ازاي. ما تبقى مع محمد، هكتب مسألتي 84 جنيها ناقص 9 جنيهات. بس قبل ما نطرح سنة تانية هنعمل جدول القيمة المكانية اللي هو جدول الأحاد والعشرات. عندي أحاد اللي هو بيمثل لي 1 جنيها، واحنا قلنا قبل كده، وبيت العشرات اللي بيمثل لي 10 جنيها. طيب أنا هاخد الرقم الأولاني يا حبايبي الكبير، أحطه بيت الأحاد وبيت العشرات، أحط 4 ب4 جنيهات، مش احنا بنتعامل بالعملة سنة تانية؟ وبيت العشرات أحط فيه كام عشرة؟ 80، اللي هي 8 عشرات، زي ما احنا شايفين مع بعض كده. طيب أنا حطيت الرقم الكبير، وزعته خانة أحاد وخانة عشرات. طيب أنا عايزة أطرح بقى من خانة الأحاد 9 جنيهات اللي اشترى بيهم القلم. طيب هنبدأ نطرح من الأربعة 9. ينفع يا سنة تانية أخد من الأربعة 9 للتسعة كبيرة لكن الأربعة صغيرة؟ طب أنا عايزة أكبر الأربعة اللي عندي دي، فهاخد هسحب 10 من البيت العشرات، من الثمان عشرات اللي موجودين عندي هسحب ورقة واحدة قيمتها 10 فهحولها لبيت الأحاد. طب في بيت الأحاد هتتحول بكام؟ ب10 جنيهات. هنا بقى بيت الأحاد كبر فبقى معايا 14. 14 هنا سنة تانية لما كبرت هقدر اخد منها 9 جنيهات، فهبدأ أشطب على 9 جنيهات. يلا مع بعض هنشطب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كده يا حبايبي احنا شطبنا على 9 من بيت الاحاد اللي احنا كبرناه اللي هو بقى 14. اصبح معايا كام الناتج؟ اتبقى 1 من ال10 دي، والاربعة اللي كانوا موجودين معايا اتبقى 5. طيب بيت العشرات هنا كانوا 8 عشرات، لما اخدت منهم 1 سنة تانية رجع نزل كده 1، يعني نقصت منه 1 اصبح 7. يبقى الناتج معايا كام يا سنة تانية؟ برافو عليكم، 75 جنيها. طيب احنا عملنا كده بالقيمة مكانية للعدد. طيب تعالوا نطرح فوق تاني زي ما عملنا تحت. انا هنا الاربعة دي سنة تانية هطرح منها 9. طيب لما اطرح من الاربعة 9 بيت الاحاد صغير فهكبره من بيت العشرات زي ما قلنا، فهناخد من 8 هنا ايه؟ 1، فاصبح الاربعة تبقى 14، والتمانية دي سنة تانية هنشطب عليها وتبقى 7. احسنتم. طيب انا كده الاربعة 14 هاخد بقى منها 9، فهبدأ سنة تانية احط 9 في دماغي وعد لحد ما اوصل لاربعة 14. يلا نعد مع بعض، بعد 9 10 11 12 13 14، اتبقى على ايديا كام يا سنة تانية؟ اتبقى 5. احسنتم. طيب هنا التمانية بقت 7. طيب انا عندي في بيت العشرات الناحية التانية مفيش حاجة، يبقى 7 تنزل زي ما هي، يبقى الناتج عندي 75 جنيها. هو ده الطرح بعادة التجميع. انا جمعت منين؟ بيت الاحاد لما لقيته صغير معرفتش اطرح منه، انا رحت مستلفة من بيت العشرات اللي جنبه علشان اكبر بيت الاحاد سنة تانية، وبكده ان انا عملت اعادة تجميع للعدد. طيب تعالوا نشوف مسألة تانية. بيقول لي مع سلمى 52 جنيها اشترت كتابا بمبلغ 6 جنيهات، فكم تبقى مع سلمى؟ يبقى مسألتي طرح كم تبقى. هي سلمى اشترت بكام؟ ب6 جنيهات. طب هي كان معاها كام يا سنة تانية؟ 52 جنيها. طيب قبل برضو مطرح الاول يا سنة تانية هنعمل جدول القيمة المكانية اللي هو جدول احاد وعشرات. طيب تعالوا نشوف اول رقم عندي 52 جنيها، هنوزعها ببيت الاحاد وبيت العشرات، حط ببيت الاحاد كام؟ 2. احسنتم. وبيت العشرات 5. 5 ايه؟ 5 عشرات، برافو عليكم.
طيب هنا بيت الأحادي سنة تانية فيه 2، طب أنا عايزة أخد كام؟ هاخد منه 6، مش هي اشترت الكتاب ب6؟ طيب أنا ينفع أخد من الاتنين دي 6؟ لأ. طب أمال هعمل إيه؟ هسحب واحد من خانة العشرات اللي هو بكام؟ ب10، وأحطه في بيت الأحادي عشان أكبره ب10 جنيهات. طيب دلوقتي أصبح بيت الأحاد 12، يبقى بيت الأحاد كبر يا سنة تانية. بيت الأحاد لما كبر أقدر بقى إن أنا أستلف أخد منه 6. طيب يلا مع بعض ناخد بقى 6، أدي 1، 2، 3، 4، 5، 6. أنا شطبت على 6 يا سنة تانية اللي أنا اشتريت بيهم الكتاب. طيب اتبقى لي كام يا سنة تانية؟ اتبقى لي، تعالوا نعد كده، ادي 1، 2، 3، 4، 5، 6. هيتبقى برضو 6، عشان ال 12 لو خدت منها 6 هيتبقى 6. طب بيت العشرات لما نقص 1 اصبح كام؟ اصبح 4. احسنتم. طيب هنعمل نفس الخطوة دي فوق بقى. انا عندي ال 52 هاخد منهم 6، يبقى هقول بيت الاحاد هنا 2 هاخد منه 6، مش هينفع، فهستلف من الجار اللي جنبه اللي هو بيت العشرات، فهقول لبيت العشرات اديني 1، بس الواحد هنا يبقى بكام يا سنة تانية؟ ب10، فأصبح الاتنين 12. طب والخمسة هشطب عليها بقلم الرصاص وهكتب فوقيها 4، هتنزل بيت، هتنزل رقم. طيب أنا كده بقى كبرت بيت الأحاد، فهبدأ إن أنا آخد منه 6، فحط الستة في دماغي يا سنة تانية، عشان قلنا مش هينفع نطلع ال 12 كلها على قديا. حط الستة في دماغي وعد لحد ما أوصل لل 12. يلا مع بعض نعد تاني. حط 6 في دماغي، طلع 7، 8، 9، 10، 11، 12. اطلع على الأداية كام يا سنة تانية؟ برافو، طلع 6. طيب الأربعة اللي أنا الخمسة اللي أنا نقصت منها 1 دي أصبحت 4. طيب أنا عندي بيت العشرات الناحية التانية في حاجة؟ لا مفيش، يبقى ينزل زي ما هو، يبقى الناتج عندي أصبح 46 جنيها. كده يا سنة تانية هو ده الطرح بعادة التجميع. كده ان احنا طرحنا بعادة التجميع من بيت العشرات، كبرت بيت الاحاد من بيت العشرات، وهو ده الطرح بتاعنا سنة تانية، هو بعادة التجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.